بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. إذا كانوا هما في الضلالة ils sont en état d'errance. Ils ne peuvent jamais trouver leur chemin vers Dieu. يعني هما ضايعين مش احنا. لكن قلت احنا خواجية انتم ارخص واذل الناس عندنا وفي قانوننا الاسلامي. انتم لا قيمة لكم عندنا ونسخر منكم كما تسخرون ونعرف اني لا قيمة لكم عند الرحمن الا ان تكونوا اعداءه بالتمام كما قبل انتم تحبوا الاتقاء. انتم مضروبين بداء الكماليات البرفكسيونيست. ما تستحيل لا انتم ولا نحن نستطيع ولو كرتبة درجة بسيطة نحو الكمال. لا perfection c'est la place de Dieu والسلام على الإسلام بالتمام والكمال.